كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين 81 عضوا من أعضائها الذين مر على عضويتهم 25 عاما من خلال حفل نظمته مساء الثلاثاء. وكان من بين المكرمين الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركة بهجت. الواحد طبعا سعيد انه بيشوف أصدقائه وزملائه، والحمد لله ان يعني في ناس فاكرة الناس اللي بدأت من زمان يعني في المشروعات في مصر. هو بس بالتأكيد تكريم لكل من عمل وأجاد في مصر، اللي اشتغل واللي عمر واللي بنى واللي عمل مصانع واللي عمل تجارة وزراعة. فالحمد لله ان هم عندهم يعني وفاء للناس اللي تعبوا في مصر في الشغل كله. فالحمد لله كنا على علاقة كويسة، وكان دايما في أنشطة كويسة. احنا بدينا مع سعيد بيه الطويل، كان رئيس الجمعية، وكملنا دلوقتي علي بيه عيسى هو رئيس. فالحمد لله ان المجموعة كلها متألفة وبتحب بعضها، وكلهم أفادوا وخدموا البلد في حاجات كتيرة. فالحمد لله ان هم موجودين وعلى أكمل وجه يعني احنا مع الجمعية في كل حاجة، وربنا يكرم ويبقى ليها دور أكبر في الأنشطة اللي موجودة في مصر وفي اتجاهات القوانين والمسائل الخاصة بالتجارة والتصدير. دورها كبير ولازم يعني تبقى على الطريق دايما إن شاء الله. الجمعية بتمثل رجال الأعمال أساسا القطاع الخاص، لكن أهلا وسهلا للقطاع الحكومي والقطاع العام، أهلا وسهلا معنا. الجمعية بتدافع عن الاقتصاد القومي، إذا لقينا الدولة بتطلع قانون هيدور الاقتصاد ما بنسكتش، بنتكلم، عمرنا ما اتخانق مع الحكومة أبدا، احنا بنكمل عمل الحكومة. فنقول لها القانون ده مش عاجبنا، هو القانون ده غلط هيدور، بنعمل اتفاقات مع دول أجنبية. عندنا لجنة مصرية سعودية، لجنة مصرية إنجليزية، لجنة مصرية أمريكية، بنسميه مجلس أعمال، بحيث ان احنا بندفعهم كلهم إلى زيادة الاستثمار في مصر وزيادة الاستيراد من مصر، فبنعمل كل ما يمكن إلى إصلاح حال الاقتصاد المصري. جمعية رجال الأعمال هي أقدم جمعية في مصر والوطن العربي، ويذكر أنها تأسست عام 1979. كان الواحد يخاف يقول أنا رجل أعمال، لأن دي كانت كلمة شديدة الوطأ في هذا الوقت، لما أساتذتنا والرواد الأوائل قاموا بتأسيس هذه الجمعية. دور الجمعية يمكن في المجتمع الأعمال في مصر يمكن بيبقى دور رائد ومهم جدا. جمعية عمرها النهاردة فوق 35 سنة، بتضم نخبة متميزة من رجال الأعمال في مجتمع المجالات الأعمال، زراعة، صناعة، تشييد، في كل المجالات بتاعت الاقتصادية. يعني المهم جدا ان هي يمكن بتشجع رجال الأعمال ان هي تكون الاقتصاد القطاع الخاص. اول حاجة يمكن بتشجع الاستثمار من خلال مجالس الأعمال المشتركة ما بينها وما بين الدول الأخرى. عندنا مجلس أعمال روماني، مجلس أعمال أردني مع الدول الأخرى، فدي طبعا بتعمل اجتماعات دورية كل سنة بتروج للاستثمار في مصر، فده بتبقى نقطة مهمة جدا ان هي بتزود استثمار بتاع القطاع الخاص. الحقيقة دايما بيفكروا في التحسن وفي التقدم، فالأغلبية على مستوى يعني، وتحس بأن عندهم وطنية، فدي حاجة حلوة. الجمعية دي لها مكانة كبيرة عندي، وعصرت أيام ما كان أيام ما كان الاقتصاد تعبان، وكان أعضاء الجمعية بيقدموا الكل المشورة وبيساعدوا الناس وبيساعدوا رجال الأعمال في الارتقاء والخروج من الأزمات الاقتصادية، ودايما أراءهم بتبقى مفيدة جدا، لأنه حضرتك بتخاطبي المستفيد الأخير، فهو ده اللي بيتأثر بالقرارات. جاء هذا التكريم ثناء وعرفانا وتقديرا لدور رجال الأعمال في المجتمع المصري.